معكم اليوم انا وياكم راح نلعب رجل الايس كريم السرير. طبعا يا اخوان سيبكم من قناة لايت هو اصلا المشكلة، بعرفش ايش بيسوي في قناته، بس كيف انا اخذ القناة بس خبط عليك يا عد. لا بيزيد انت. قالكم ان اليوم راح نلعب لعبة رجل الايس كريم اسطوري، والله لعبة سريرة شفتها يا كرام. يلا بجاهز مستعد احنا راح نلعب السهولة المتوسطة، بعدها كذا انه ختمناها راح نروح على اصعب اشي بسرعة، شو رأيكم؟ لا لا. كم لايك عشان اروح اشجعني. يلا مليون. انا راح اروح على اصعب اشي عشانكم راح توصلوا هذا المقطع 10,000 لايك، والله متأكد ان شاء الله راح يوصل 10,000 لايك. دقيقة انا بدي العب اول اشي. من حجر اوكي بدنا نحجر مين بيلعب اول اشي. تمام يلا حجرة ورخم قص هاي كنت كرم حافظها انا. انت حافظها هاي اللعبة وانا مفكرها انه اوكي. مين هذا الدبدوب؟ انا مفكرها انه فيش حد بيلعبها. ترى انت تعرفها؟ طب هذا انسان. طب هذا تبع البوزة. من وين بيعرفه؟ هو اجى يشتري يعني. صح اللي يشتري هيك جمده. هيك بخطف الاولاد الصغار صح؟ ايوه هيك راح يخطفك اذا انه مسكك. بس احنا حاطين صعوبه اعلى اشي. طلع يا جماعه كيف الليل؟ طلعوا العتمه، والله العظيم كثير عتمه. ما قلت لك ليش تحطها على صعوبه؟ انت بدك على صعوبه، انت دائما بتهايط. والله العظيم هاي طلعوا ما بتشوفوا اشي جد، واحنا مش حافظينها. انت حافظها؟ مش كلها. مسكك اهرب روح تخبى. اهرب بركض ولك اسرع سرعه عنده. هذا اكثر اصعب صعوبه. طلع وراك وين راح؟ لا 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 بركض والله كثير صعبه. انت ندمت هسه صح؟ والله ندم لا قلت لك والله بيستاهل. والله العظيم بيستاهل. راح نرجعها لسهلة لأنه والله العظيم أنا ما بعرفها وما لعبتها. مش عارف ليش عملت هيك. راح نلعبها حاليا على السهولة المتوسطة عشان أنا لا أخاف ولا كرم يخاف. كرم إجا هون لقى حبل. والله لولا كرم أنا ما عرفت. أنا بتمنى منك كرم ترجع لورا عشان الكاميرا ما تكون خربانة. بس هسا هذا ولاد الحارة بدهم يشتروا آيس كريم. إجا مين؟ وحش الآيس كريم. خطفه. لا تروح تشتري آيس كريم. اسمع احنا عنا بنسميها بوزة. انتوا عندكم ايش بتسموها؟ في عنا ناس كثير يعني. عنا ناس من المغرب، عنا ناس من الجزائر، عنا ناس من العراق. انا بعرف في العراق اسمها موطة. تمام؟ موطة. واسمها في السعودية لانه في عندي اصحاب بالسعودية بعرفها. لا اسمها عسكريم. بس هذول اللي بعرفهم. اما بالدول الثانية احكوا لي انتوا من وين وايش بتسموها بدولكم. خلينا نلعب لحالي، شو دخلك انت فيه؟ خلصت دورك انت. انا حاليا بلعب دوري. شفتوا كيف قبل شوي كانت كيف صعبة؟ كانت الدنيا عتمة كثير. ما كان حدا بيقدر يشوف شيء. ما بتعرف هاي. بس هسه الدنيا صارت اخف شوي يعني. هاي الدنيا صارت صبح. اي شافني وات لسه بدري. بس اطلع كيف بيمشي عادي ما بركض. قبل شوي كان يركض الكرم. تستاهل عشان تحط على صعب صعب. اطلع كيف بيمشي شوي. راح نشوف وين مخبي الطفل. هاي مخبي الطفل هون. تعالوا نطلع. اوكي بقول لي لازم عشان تحرر الطفل لازم يكون معك مفتاح. طب هاي الاماكن اللي راح نروح عليها. طب ايش الفرق بينات هاي الاماكن؟ ايش في يعني؟ احنا حاليا موجودين في النيبرهود اللي هو الحي. في عندنا باركينج واللي هو المصف، وفي عندنا الكافتيريا اللي هي المقهى، وفي عندنا ستايل اللي هو مخزن، وفي عندنا بلاي جراوند اللي هي الملاهي. اتوقع لازم نروح عند الملاهي. خلينا نروح عند الملاهي. هسه راح يخطفني. هو اذا بيمسكني بيخطفني وبقتلني. بصير مع الولد الصغير هذا الولد اهله ما بيعرفوا عنه حاليا، فانا الوحيد اللي بعرف وينه. هي صاحي هو ولا ميت؟ لا والله صاحي نعسان دينام ولك هو نايم اصلا. طلع سكران افسر ماله مش عارف ماله. انا احنا حاليا موجودين في ملهى الالعاب. صوت رجلين بوظه. هي قلت لك والله سامع صوت رجلين. رجلين بوظه. عصمص ايش بسوي قاعد؟ يمكن بحرك اللي فوق يا حكرم. اوكي بقول لي انه غلط البوزيشن. مش عارف ايش الليفل اللي لازم اوصل له. دقيقه في شي رفع. هي بقول لك في شي رفع. والله حسيت انه في شي رفع. فتحت طريق عشان افوت جوا عند الالعاب. طلعت اللعبه قديمه اصلا في لها 7 اجزاء. والله هاي بالملاهي كثير اسطوريه. هاي كنت العبها وانا صغير على فكره. انت ما عمرك لعبت بالمطنطه اصلا؟ لا والله عمري. لا ما عمرك لعبت. كذاب يا زلمه. ايش هاي الجاكيت؟ لقينا مفتاح للولد صح؟ اوفيس كي. لا مفتاح مكتب حكالي. وات صوته وينه؟ لقيت هي وراك شفته. والله هي وقع. ايش في؟ يي طلع كيف بزحف. يا والله بضحك منظره. والله جد بضحك. اول مره اشوف بوزه بتزحف. تعب برامج. طب انا بقدر ازحف؟ لا 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 لا
انا حمار اني وقفت عشانه كان راح يمسكني الا شوي. هذا لو انه سريع، لو انه سريع والله بيمسكني وبخبط علي. طلع ايش مسوي؟ بسحب قاعد. خليت البوزة تسحب. عمرك شفت البوزة بتسحب؟ لا والله. هيك شفتها. طب احنا طلعنا من هون بمفتاح، لازم نروح على مكان ثاني اصلا صح؟ شوف الولا تشوفي بركن. يا رجل هذا مفتاح مكتب. اتوقع لا. انه منطقة ثانية صح؟ لا 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 لا. هي لانه شايفها. طلع طلع ها. ما بزبط. شو رايكم نروح على اوكي نروح على الكافيتيريا؟ بيحكي لي نروح على الكافيتيريا، ممكن نلاقي مكتب غاد. اه والله في مول مكاتب، يعني يمكن نلاقيها هون. يعني هو بيطششك يعني؟ هو بيطلع لي رحال وخاطف لي ولد وبدنا نحرر الولد. المفتاح. طب ليش هو ليش اه صح والله بضحك عنده ضحكه شريره زي الخرا، ضحكه الاشرار. بمزح معك والله، بتعرف تضحك ضحكة الاشرار، احلى ضحكة الاشرار بشوفها بحياتي. طب مين ماكله هو؟ هو لانه معصب يا اخوان. اكتشفت سر. تعرف ليش رجل الايس كريم معصب؟ ليه؟ لانه الاطفال ماكلينه. انا اكلت جغمه كبيت. انا اكلت جغمه قاعد بنهف كرم، فكر حاله بضحك. عصب عصب، وين اروح؟ عصب وين اروح؟ بمزح معك يا ولد. اه تخبى تخبى تخبى. خطف الولد جمده. طب هو من وين بيجيب هذا البوظه؟ اه اصلا ما هو رجل البوظة. اوه شوفوا حبس كرم جهد؟ هي والله حبسك بثلاجة، ما شفت؟ هيتب 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 هيتب. هذا التب بدك تحلل له حل، بدك تلاقي له شغلة. لا اكيد مش للباب التب، دور دور على اشي، دور على اشي. اوه هي في كهرباء، هي في كهرباء، هي في كهرباء. والله لولاي ما بتعرف، والله لولاي ما بعرف، انا حليت له اياها. لولاي كان احد هسه محبوس بالسجن تبع الرجل الايس كريم. كيف الطريقة؟ تخبى بسرعة. والله العظيم اني اسطورة، خليتك تحلها عشان يمسكك اصلا شافك. يلا ابلع يلا دول. هاي دقيقة، هاي متى كانت هون؟ عرفت هاي ايش تسوي فيها؟ تقدر تكسر قزاز. ليتس جو. ولك انا اصلا كانوا يسموني وانا صغير ليث لغز. اه ليث لغز. لا 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 مسكني والله، مسكني من ورا، مسكني من ورا، مسكني من ورا. والله كان راح يمسكني. تقدر تمسك ايش قزازة؟ بقدر امسك قزازة يا حمار، بقدر انط من الشباك. والله هذا بسمع كل شيء، طلع كنت بمشي شوي شوي. والله يي سمعني. طب بايش مسكر الباب؟ ييييي هاي قلم بنزين، خليني احرقك واخلص منك. والله ما بقدرش احرقه، ما بقدر اعمل له شيء. اه بنزين السيارة. سيارة بدها بنزين هاي تاعت البوظة. ما بعرف. خليها 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 هون. والله ما بعرف لايش هاي اصلا، بس خليها يمكن تلزمنا. ترى تشتري البوظة ويجي. والله يلا بوظة بوظة. عشمني على البوظة. بدي اروح على الباركينج حاليا. روح انت اشتري وانا بروح بحل الغاز الباركينج، وانت بتيجي وبنفوز. هاي دخلنا الباركينج، تعال شوف. روح اشتري بوظة يا زلمة، خلصت اللعبة وانت بعدك مش شاريين البوظة. لا 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 انت بوجي وين ما اروح؟ والله وين ما اروح بوجي، هذا البني ادم مش طبيعي اقسم بالله. مش هيك والله ضعت في بواب كثير، انا مو عارف انو باب. اوكي لسه في طابق ثاني كمان. حلو حلو حلو. اوكي لقينا باب الاوفيس، لقينا الباب، لقينا الباب. حلو كثير. هون ايش في عندي؟ اه اوكي ايديات. هذول البطاقات اللي كانوا يطلبوهم مني على البواب هناك على الكافيه، بس اني واحده منهم الصح؟ لازم يكون واحده منهم صح ولا كلهم صح؟ والله ما بعرف، كلهم موظفين مبدئيا مكتوب عليهم، بس انا ما بعرف اني بطاقه صح. معي ثلاث مقلعات لازم اظني احافظ عليهم. مش ايش في؟ والله العظيم اللعبة ايزي، ليش هيك صعبوها؟ اتوقع دفني بالمقبرة. What the hell؟ رود سولفن؟ والله دفني يا جماعة، أنا أكلت هوا. وداني على المصنع نفسه، ودانا على المصنع الأطفال، أنا وكمان طفل. حلو. استثمر فينا بوظة. بما إنه جيم أوفر، راح نخلص المقطع هون. لا ما راح اخلص، فامزح معكم هسه بس يجي كرم راح نكملها. والله جبنا بوظه بتشبهه. هاي البوظه بتشبهه يا جماعه. لا هاي ما بتشبهه، بتشبهه هاي ما بتشبهه. هاي بتشبهه. تعرف اني عرفت من وين بيجيب البوظه تاعته؟ بيجيب البوظه تاعته من الاطفال. بما اني اكلت بوظه هسه راح اقتله على السريع. طلع طلع، بتحط الخريطه هون، بتسكر الباب. اول مكان راح نروح عليه بتعرف ايش هو يا كرم؟ راح نروح على الستر. فجر البي سي، لا تحكي لي ليش. طلع رجع ترى لي انا. يلعن اهلك يلعن اهلك، كم مره مسكني هيك؟ كل مره بيمسكني هيك. اخيرا بابا. اوكي اجي علي وبس مشيت. اوكي مين مشى؟ ولك اجي علي، فتح الباب علي بس انا ظلتني ماشي. انت عرفت الحل؟ عرفت الحل؟ اه خلص احنا عارفين الحل، بس كرم دي لعبه هسه. وصلنا اول مرحله، لازم هون نسوي اشياء كثير. انا زي ما حكيت لكم عرفنا اشياء جديده، لازم نسويها في هاي المره كلياتها. او عوا يكون جوا. هي وراك، هي وراك، هي وراك، هي وراك، دير بالك. بما انه كرم قاعد بيلعب وانا فيش بايدي اشي، حاب اذكركم بالاشتراك، اشتركوا في القناه وحطوا لايك، لازم تحطوا لايك لهذا المقطع. انا عارف انه راح تعجبكم اللعبه لانه كثير عجبتني. 10000 لايك، 10000. خلص خلص بحكي مع الناس، خلي هذا المقطع وصل. يا الله يا
خلاص تعال. والله ما بحكي، لا والله ما بحكي، والله ما بدي احكي. روح الحاوية هذيك 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 هذيك. هاي هاي هاي. رد علي يلا، مهم انه مش راح تلاقي فيها، انا ما اتوقع انك راح تلاقي اشي هون. يا ربي لاقي. اوكي والله نايس، والله لقى. يلا خذ خذ المصاري، خذ المصاري. ايوه خذ العمله. يلا امشي، ضلك ماشي، ضلك ماشي، ضلك ماشي. حطها بالسياره وروح خذ الكاز، خذ الزيت، خذ الزيت. وين كان هون؟ كان هون. وين الزيت؟ هيو. ايوه خذ بسرعه، حطها بالسياره وروح عند المريول، اكبس على المريول. والله قلنا لكم والله العظيم عرفنا كل الغاز. هيو هيو اكبس عليه. خلص هذا المعطف، تعرف ايش قصته؟ ليش انا قلت لك تكبس عليه؟ عشان نشوف هويه مين هذا، لمين هذا المريول، لهوية ايش اسمه الهوية. هيك خلصنا من المرحلة الثانية، هسا لازم نروح على الملاهي ناخذ مفتاح الاوفيس. لا مو لازم هون، ترى لازم نجيب الكاز عشان نحرق الهاي. امورنا تمام والله، لحديت الان ماشيين صح، لحديت الان ما خسرنا. خذ الكاز، يلا خذ الكاز. والله العظيم انا انصدمت انه كرم خلصها، لازم انا اخلصها لان انا علمت الالغاز. بس يلا عادي، كل واحد انا ولا كرم. روح عند الملاهي، هسا لازم ناخذ الزيت ونروح عند النفق او ايش اسمه هذا، المجاري، المجاري لازم نروح عند المجاري، لازم نحط على الحديدة. بس صدق انه والله العظيم اقسم بالله، لا هذا زيت 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 مكتوب عليه زيت. بجوز تستغرب انه حليناه زيك، ترى احنا صرنا زمان بنصور، والله صرنا زمان زمان. تمام، لازم ناخذ البنزين ولازم نعبي ماكينات هذول، هذول الماكينات ما بيشتغلن هسه. تمام، لازم نروح نعبي بنزين، روح عبي بنزين، روح. ايوه عبي عبي، مش راح يجيك لا تخاف عادي. لازم نعبي هاي بنزين زي ما قلنا لكم، ونروح نعبي، نحط الكوين اللي هي العمله برا عشان يعطينا سلاح. خذ العمله وحطها بالماكينه، ولازم تعطيك الماكينه. خلص انت روح دور على الجاكيت، روح دور على الجاكيت لانه شو اسمه هذا قاعد بلحق رجل ايس كريم، قاعد بلحق كرم. روح دور على العمله على الجاكيت، روح اطلع مالك على الجرافه. والله كرم فقد الذاكره، بطل يعرف اللعبه. يا عيني عليك، هسه لازم تدخل جوا وتلاقي الجاكيت. هيا والله العظيم ما كنت تعرف انه هون، مكان جديد هذا حطيناها فيه. طلع كرم مركز، طلع كيف صافن باللعبه، بطل يعرف يحكي. خلاص امشي روح من هون، من هون من هون من هون من هون. ايوه من هون، هون. ايوه صح صح صح. مش قلت لكم لازم نختمها هاي المرة؟ والله تقريبا صرنا ساعة ونص بنلعب، عرفنا شوية الغاز وفي اشياء ثانية ما عرفناها بصراحة. هسا راح يعطوا كرم سلاح، هاي السلاح اعطوه كرم، يلا روح خذه وضلك طالع. يلا روح روح، لازم تروح هسا، لا لازم تروح هسا عند الكراجات، لازم تروح عند الكراج. هيك خلصنا منطقتين، ضل منطقة الكراجات، هو ضل في كم من شغلة يعني وصلت بربطن بعض، لازم تروح هون وتيجي هون وتيجي هون. طيب لا تطح عليه، لا تطح عليه. لازم تاخذ هوية بيول، انا ذاكر لحديت الان ذاكر. ايوه من هون، من هذا الباب، افتح لي الهويات. هاي بيول، بيول. لا ايوه ايوه هذا، كيف عرفت انه بيول؟ والله عرف يقرا اسمه. هذا هو المطلوب منه، هذا هاي هي الهوية اللي لازم نستخدمها. هسا لازم ترجع على الكافيتيريا عشان تستخدم هوية بيول. يا كرم دوري، والله خلاص خلينا نلعب يا زلمه، والله جد خلينا نلعب. والله 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 مره مات، لازم نقول تعرفوا المطبخ. لا اوه والله فتح هذا كمان الباب. اوه هي هي نفق، هي نفق كثير حلو. هي مفتاح، مفتاح غرفه رقم 235، لازم نرجع على الكراجات ونفتح هاي الغرفه. يا كرم لازم تدور بالكراجات هون رق... هون هون طلع في ارقام هون، شوف هون. انا بتحكني مش وقتك، هات اشوف. طيب حصب، طب هات نشوف. طيب خلينا نشوف فوق الارقام فوق يا زلمه، مالك. الحمد لله فاز. الحمد لله، الحمد لله خسر. المفروض وين يكون بالضبط؟ اصبر، ولا 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 235 هذا هو الباب، لازم نفتحه زي هيك. سكر الباب عشان ما يجيني من وراي غدر. اوكي نزل الباب، والله انا بفضل انه ينزل الباب. هاي قطاعه، بدي احط هاي القطاعه بالسياره وبدي اخذ المسدس. هذا المسدس بدي اسوي لكم فيه سحر، هسه بتشوفوه. طلعت روحك انت، ما تصلح. لازم نطخ على هذا المكان عشان تطلع السياره. اوكي بس ما معنا بنزين، الاخ كرم ضيع البنزين. ليت انا بعرف وينه، ذاكر وينه. يلا وين ذكرني هذا السلاح. اوكي 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 خلاص اتذكر. يا رب الاقي غاد، يا رب عند الملاهي قصدك. هي 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 ليتس جو ليتس جو، خلاص اخذنا السياره، اخذنا السياره. يلا عبي عبي يا وحش عبي. ايه فكرت زي والله العظيم كان راح يخطفني. المكان السري في هون، مكان سري. اوه واير، لازم اقطعه، لازم اقطعه في القطاعه، لازم اقطعه في القطاعه. الحق القطاعه يا كرم، القطاعه بالسياره انا حطيتها، انا بعرف وين احط الاغراض من زيك. لازم اقطع هذا السلك. المفروض اجانا. اوكي تمام، انزل انزل كب هاي هون. انزل لا دقيقه يمكن تلزمني، ما بعرف. انزل انزل هو هي راسه، ببدل راسه هون الحيوان. هي مفتاح، ايش هذا المفتاح؟ كيس كي، كيس كي، ايش هذا الكيس كي؟ يمكن ولد دقيقة، هذا يمكن تبع الخزنة تبع الولد الصغير. اوكي اوكي اوكي، وانا بحكي كيف الطريق طلع هون في سلم. حلو الحمد لله، لانه رحت عند الباب، الباب مسكر مو راضي يفتح. يا اخوان جماعة، والله اخوان جماعة، اوكي والله يا جماعة خلصناه، ختمناه خلص.
اتوقع هيك خلصنا اللعبة بعد تقريبا قديش صلنا ساعتين يمكن بنلعب. يا رب امسك ولا يا رب ما امسك؟ يا رب ما تنمسك، يا رب ما انمسك عشان خلص خلصناها. طلع نرجعه على الحي، لازم نرجعه على الحي بالاول، نرجع على الحي ونرجعه وين مكان. شو رايك؟ كيف الفكرة الاسطورية؟ هيك اصلا لازم يصير. هيا هيا خلص يا عم. هيا رجعناك رجعناك رجعناه، اخيرا رجعناه. ما له دعبول. طب احكي لي شكرا. دعبول؟ والله ما حكى لي شكرا. طلع الحيوان. طب شكرا، يسلم ايديك. خلصنا من رجل الايس كريم الحمد لله. هو ما بيعرف انه احنا هربنا، هو ابن جيراننا على فكرة. اعطاه من نيكس، شو بدي فيه ولاد؟ كمان تعرف من وين طلع كمان؟ شو هذا؟ من وين جابه هذا؟ حطه كان وين حطه؟ خلصنا اللعبة، والله نايس اللعبة، كثير بتجنن. هو حاليا طلع لي انه في جزء ثاني وبقول لي بتحب تلعب هذا الجزء، انا ما راح اترك هاي المهمة الا الكم، لازم تحطوا لايكات واشتراكات وتفعلوا جرس التنبيهات عشان لما انزل الجزء الثاني يجيك اشعار. فلا تنسوا تتابعوني على الانستغرام اللي طالع على وجه كرم، بعرف قلت لكم اياها مليون مرة بس عجبتني. كان معكم ليث، وليث مع السلامة.